السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس في لير. درس اليوم راح نتعلم اشي اسمه الاكسترنال تيبلز. لكن قبل ما نتعلم الاكسترنال تيبلز، الاكسترنال تيبلز بيعتمد على اشي اسمه SQL لودر. فاحنا اليوم حنتعلم شو معنى SQL لودر. SQL لودر is a bulk loader utility used for moving data from external files into the Oracle database. يعني SQL Loader هو عبارة عن utility، هي عبارة عن tool بتجي مع الأوراكل. احنا نزلنا الأوراكل database عنا على جهاز locally، فبيجي معها tool اسمها SQL Loader، هي عبارة عن utility أداة. الهدف منها انك انت تسوي load للداتا من external files، يعني مثلا موجودة على السيرفر اكسل شيت. هاي الاكسل شيت فيها بيانات هائلة، فانت بدك تسوي اللودينج من الاكسل شيت على تيبل معين عندك في الداتابيز. فاحنا بنستخدم اشي اسمه SQL لودر. طبعا في تولز كتيرة، لكن SQL لودر تول جدا جدا قوية وبتنقل ملايين الريكوردز في دقائق. اذا بشكل عام راح نتعلم اليوم جزء بسيط من الـ SQL Loader، اللي هو الجزء اللي بيفيدنا عشان نفهم شو معنى الـ External Files. هلأ لو فرضنا كالتالي، لو فرضنا انه انا عندي تابل في الداتابيز اسمه EMP Load، انا بدي اسوي Loading على هذا التابل. فهلأ انا بدي اسوي Drop لهذا التابل، ماشي، راح اقول لي Table Dropped. انا هلأ بدي ابني تابل. هذا التابل مكون من 3 كولوم، فيه الـ EMP NO من نوع Number، فيه الفيرست نيم فار كارتو 100، وفيه اللاست نيم من نوع فار كارتو 100. اذا تيبل بسيط مكون من 3 كولوم، سويت له كرييت. هلا لو سويت سيلكت ستار فروم اي ام بي لود راح الاقي فاضي. هلا انا عندي هون على الاي في عندي فولدر اسمه لود، اوكي خلينا نرجع مره ثانيه. هاي وفي عندي فايل اسمه emp.csv. هلا ممكن يكون .csv، ممكن يكون .text، ممكن يكون .data، whatever. بس بشكل عام اشهر الداتا بتكون موجوده على اكسل شيت. الاكسل شيت هذا بيكون .csv، اللي هو كوما بيخزن بشيء اسمه كوما ديليميتد داتا، يعني بيكون الداتا مخزنه بيناتها ديليميتد كاركتر فاصل او الاخري. لو فتحنا هذا الاكسل شيت هو امتداد دوت سي اس في، هنلاقي انه في عندي هاي، في عندي داتا. هاي داتا مكون من الامبلوي نمبر والفيرست نيم واللاست نيم. طبعا انا عامل دمي تيبل بس عدد هائل جدا، اكثر من 16000، اكثر من 16000 ريكورد. اذا هذا هو لما سويناه سيف دوت سي اس في. شو يعني دوت سي اس في؟ لو اجينا هون عملنا انه اوبن وذ تكست باد او اي تكست اديتر اللي بدك اياه، راح تلاقي انه الفاليوز بيكون الفاليو الاول فاصله، الفاليو الثاني الفاصله، الفاليو الثالث. هذا بنسميه ايش؟ سيبريتر، كوما ديليميتد، يعني ممكن يكون كوما، ممكن يكون سيمي كولن. فانت هذا بتعتمد لما انت سويت سيف ذا هاي الفايل. اذا بشكل عام انا بدي اسوي لودينج لهذا الفايل كامل على هذا التابل، اوكي. طيب عشان احنا نستخدم SQL Loader لازم نعرف فايلات معينة، اوكي. هلأ we have file اسمه emp.csv ne load. طيب we want to move the data to that table اسمه emp load. we use SQL Loader. we need بقولك هلأ we need to do file called control file.ctl example emp.ctl. عشان احنا نستخدم SQL Loader لازم يكون في عندي كنترول فايل. الكنترول فايل هذا راح يفهم SQL لودر شو يسوي بالضبط. اذا هذا الفايل بيكون .ctl، .ctl يعني كنترول. فاحنا بدنا نسوي فايل اسمه emp.ctl. شو بدنا نسوي؟ بكل بساطه بنروح هون بنسوي نيو فولدر، اوكي، بنسوي .text مثلا، اوكي. هلا انا صار عندي نيو دوكيومنت .text، بدي ألغي هذا الاسم، بدي أقول له أنا بدي أسميه emp.ctl. إذا صار عندي الفايل بقول لي are you sure أنك أنت بدك تسوي الإكستنشن بهاي الطريقة؟ بقول له أوكي. فهلأ صار في عندي فايل emp.ctl، هذا الفايل فاضي، هذا الفايل فاضي. هلأ أنا
بكتب فيه هذا الكومنت بكل بساطة. الكومنت هذا احفظه على الضبط، راح اسويه هون، راح امسكه اوكي، راح احطه بهذا الفايل بكل بساطة. شو هقول له؟ هقول له load data، احفظها كلمة واحدة، load data in file، يعني سوي loading للداتا in file. بقول له الاكستنشن للفايل وين موجود، انا موجود عندي على الاي شايفين، بعدين على فايل اسمه load، بعدين emp.csv. اذا بعطيه ايش هذا الباث، بقول له سيف، اذا بعطيه هذا الباث كامل شايفين اي load. فبفتح مره تاني، اذا بقول له load data كلمه واحده in file، وبعطيه مكان الفايل اللي بدي اسوي من اللود، بعدين بحط له كلمه append. هلا هون في عندي ممكن استخدم ثلاث كلمات، insert او append او truncate. truncate بتفضي التابل اللي بدي ادخل عليه وتعيد وتعيد الداتا من اول جديد. insert انه اذا كان تابل فاضي، اما append اذا كان تابل فاضي او فيه داتا فبتحمل فوقيه. فانت دائما استخدم الابند، لانه الابند انه ايش، اذا كان في داتا بتضيف برضه فوقيه. طبعا بشكل عام انا التابل عندي فاضي، فانا بقول له لود داتا، سوي لودينج للداتا اللي بهذا الفايل ابند، بعدين بقول له انتو تابل كلمه واحده، بعطيه اسم التابل. انا شو سميته؟ اسم التابل عندي emp_load شايفين. فانا قلت له load data بهذا الفايل append into table، بعطيه اسم التابل، بعدين بقول له fields terminated by، انه انا عشان افهم اللودر انه الفيلدز terminated، انه الحقول terminated مفصوله by ايش، كوما، by كوما. لما انا هون فتحت هون الفاصله، لما سويت له open، لو اجيت هون قلت له open by text bad، راح تلاقي انه ايش separated by كوما. لو كان سيميكولون بتحط له سيميكولون، لو كان مثلا ايش حرف الاكس مثلا تحط له اكس، لو كان معمول مثلا داش تعطيه داش. اذا هاي هي بشكل عام. اذا بقول له load data بهذا الفايل in file append into table، بعدين بقول له fields terminated by، هون بحط شو الفاصل اللي بين الكلمات، بعدين بفتح قوس بعطيه اسماء الكولومز اللي عندي في التابل، انه الاي ام بي ان او، الاف نيم، الال نيم. شو راح يسوي؟ راح يفتح الاكسل شيت هذا، راح يحط انه اول كلمه حيجيبها اول او من عند اول فاصله راح يجيب الاي ام بي ان او، بعدين ثاني فاصله راح يحط الاف نيم، بعدين ثالث فاصله حيجيب الال نيم. اوكي، اذا ها هي بكل بساطه صار عندي كنترول فايل. اذا الكنترول فايل احفظ السنتاكس لود داتا in file، بعطيه المكان تبعه append، بعدين into table اسم التابل اللي بدي اياه، بعدين بقول له field terminated by فاصله، بعدين بفتح قوس وبسكر قوس بحط اسماء الكولومز اللي عندي في التابل اللي هي هاي ال empno، ال fname، ال lname. الموضوع جدا بسيط. طيب هلا then after this we execute this command اللي هو sql loader. بنسوي هذا الكوماند شايفين، بقول له sql loader. هون ال sql loader هاي راح تنادي التول اليوتيليتي تبعت ال sql loader، بتنادى عن طريق هذا الكوماند sqlldr. بعدين بقول له انه الكنترول فايل وين موجود، بعطيه الباث للكنترول فايل هذا، فبقول له انه الكنترول يساوي e نقطتين load على emp.ctl. فانا لما اسوي load، فانا لما افتح ال sql loader بقول له انه انت الكنترول فايل تبعك اللي حتقرا منه موجود في هذا المكان. طيب وبعطيه اللوج، هذا اللوج عشان يعطيني شو سوى بالضبط هو، فلازم اعطيه كمان لوج فايل. بقول له اللوج يساوي اي نقطتين لود دوت اي ام بي لوج. هلا هو بعد ما يسوي لودينج الريزلت تبعت هذا اللود راح يضيفها في هذا اللوج فايل، وغالبا اللوج فايل بيكون على نفس المكان وبيكون ايش اسمه اي ام بي دوت لونج دوت لوك. اذا بيكون فايل دوت لوك، تقدر تسمي الاسم اللي بدك اياه. اذا احنا اول شيء سوينا كنترول فايل، الكنترول فايل هذا حطينا فيه الكود، بعدين بدنا ننفذ اللي يفتح الاس كيو ال لودر، نعطيه بنقول له الاس كيو ال لودر، بعدين نعطيه الكنترول فايل يساوي وين موجود الكنترول فايل، بعدين بعطيه اللوك فايل انه حط لي الريزلت بهذا المكان. فشايفين هذا، راح ناخذ هذا الكوماند اوكي، راح نسوي كنترول سي. هلا بنفتح الكوماند تبع الويندوز اللي هو سي ام دي. اوكي شو بنسوي؟ بكل بساطه بنعمل هيك، بنقول له بيست اس كيو ال لودر
افتح لي الاس كيو ال تبع اوراكل، الكنترول فايل في هذا المكان واللوك فايل في هذا المكان. فهلا راح ننفذ، هلا راح يعطيني شو اليوزر نيم. طبعا اليوزر نيم انا الاتش ار، لاني انا شابك الداتا بيز على اتش ار، فبقول له اتش ار على اتش ار ات اسم البلاجابل داتا بيز اللي انا عليها. زي ما حكينا ان اوراكل 12 سي هي عباره عن داتا بيز كونتينر وتحتها البلاجابل، والداتا بيز تبعت الاتش ار موجوده على بلاجابل احنا سميناها اثناء تنزيل اوراكل بي دي بي او ار سي ال. فبقول له انا بشبك على بي دي بي او ار سي ال، بقول له انتر. هلا راح يسوي لودينج لكل الداتا اللي دخلت. فبقول لي هون 16125 رو سكسسفلي لودد. شفتوا كيف باقل من ثانيه كان مخلص 16000 لودينج لهاي الريكورد. طب هلا نرجع على اللود فايل، راح نلاقي انه قرأ الكنترول فايل، هون سوالي اللوك فايل اللي قلت له عليه. شايفين اللوك فايل لما جينا على هون قلت له سوي لي لوك فايل اسمه emp.log. لو افتحه هذا راح الاقي انه في معلومات اللي انا بهمني هاي المعلومات، انه شوفوا بقول لي 16125 رولز successfully loaded. بعدين بقول لي 0 rows not loaded due to a data error، انه ما في ولا عندي ريكورد فيه errors. بعدين rows not loaded because all when close were failed. هلا ممكن انا بالSQL loader اقول له when، يعني اعطيه condition انه سوي لي بس والله للموظفين اللي بده بحرف الاس او دي او whatever. طيب وهون رو لود بيكوز اول فيلدز وير نل، انه اذا كان كل الفيلدز نل برضه زيرو. اذا بشكل عام ما طلع عندي ولا ايرور، ما طلع عندي ولا ايرور، كل الداتا تم ايش تم تلويدها على التابل. اذا هاي هي بشكل عام، وهو بعطيك قديش اخذ اجزاء من الثانيه عشان يسوي بشكل عام الداتا. اذا هاي هي بشكل عام اللوك فايل، انت هذا هو اللي بيفيدك. هلا خلينا نروح على هون. هلا لو سويت select star select star from emp load راح الاقي انه الداتا كلها اللي بالاكسل شيت اللي دوت سي اس في اتلودت. حنسوي هون count rows، طلع عندي 16125 نفس ايش الداتا اللي طلعت عندي في الاكسل. شايفين 16125 successfully loaded. طيب هلا انا بدي اسوي ترانكيت للتابل واسوي حركه معينه. هلا انا تذكروا التابل عرفته انه هذا نمبر، هذا فاركار، هذا فاركارتو. انا هلا بدي اروح على الاكسل شيت هذا، بدي احاول اعدل عليه كم من شغله. شوفوا بدي هون احط مثلا ار ار، هون واي واي واي. اذا انا هون حطيت انه هون كاركتر هون كاركتر، فهل شو راح يصير بالضبط؟ هلا خلينا نسيف، هيقول لي سيف. انا بقول لي انت بدك تسوي دوت سي اس في، بقول له يس، بقول له يس، بقول له يس. طلعنا. فهلا لو اجينا هون على تكست اوبن تكست اديتور راح نلاقي انه في عندي هذا ببلش بكاركتر وفي عندي هذا ببلش بكاركتر، مزبوط. طيب هلا خلينا نسوي ترانكيت للتابل. اوكي سوينا ترانكيت للتابل ماشي. هلا خلينا مره ثانيه نرجع ايش نسوي لودينج للداتا بنفس الكومنت، نفس الكومنت بسوي كنترول سي. اوكي بنيجي هون بنقول له ايش اديت بيست وراح نسوي رن، حيعطيني اليوزر نيم نفس الاشي. بقول له اتش ار على اتش ار ات بي دي بي او ار سي ال وبقول له انتر. هلا طلع عندي ايش 16123. اذا في عندي تو ريكوردز ما نعمل لهم لود. طيب خلينا نشوف اللوك فايل شو صار فيه. لو اجينا هون حنشوف اللوك فايلز راح نلاقي انه ايش قال لي، طلع 16123 روز سكسسفل لودد، وحيعطيني كمان باللوك فايل بقول لي انه في عندي تو روز نوت لودد دو تو ا داتا ايرورز، وحيعطيني هون ايرور. شايفين انه في عندي تو ايرورز، انفاليد نمبر، انفاليد نمبر. بالاضافه الى ذلك راح يسوي فايل دوت باد، يعني هون هذا الفايل هو الاوراكل سيرفر، عفوا الاوراكل لودر هو اللي سواه. لما يكون في عندي فايلات او داتا فيها اغلاط بروح بسوي فايل دوت باد، يعني باد فايلز، يعني الداتا اللي كان فيها مشاكل. لو افتحها راح يعطيني هذول، راح يحطهم على جنب، راح يقول لي ان هذول
الريكوردز ما تم اضافتهم على التابل. وضحت الصورة؟ إذن ها هي بشكل عام اللي هي اسمها الـ SQL Loader. إذن هي عبارة عن تول. هاي التول هدفها إن تسوي لودينج من external files على database. عشان تشتغل صح لازم تبني control file. هذا الكنترول فايل تحط فيه الكود عشان يسوي انسرت على الداتابيز. بعدين بتسوي رن للاس كيو ال لودر، بتحدد له وين هذا الكنترول فايل وبتحدد له وين يحط اللوك فايل. بعدين بيسوي لودينج، بيعطيك الريزلت باللوك، واذا كان في اخطاء في هذه الداتا راح يحط لك اياها بفايل دوت باد فايلز. اذا هاي هي بشكل عام عرفنا بالضبط شو معنى الـ SQL Loader. إذن هاي حتفيدك كثير بالمستقبل، إنك لما أنت بدك تسوي لودينج للداتا من إكسل شيت معين في ملايين الريكوردز أو whatever أو دوت تكست أو دوت دات بدك تضيفها على الأوراكل، فأنت بتسوي هاي الطريقة. فهاي الطريقة جدا حتساعدك وتسهل عليك.